ازاي تبسط نفسك في الزقازيق باقل مجهود. يلا بينا. هتاخد بعضك وتروح على مكان اسمه كونتينرز سكوير، ده عبارة عن مجمع مطاعم فيه 14 مطعم مختلف على شكل كونتينر وفيه عادات مختلفة، والمكان حلو جدا. هتلاقي بقى جميع انواع الاكل اللي انت ممكن تتخيلها، من اول البيتزا وتوست الجبنة السايحة والباستا والفرايد تشيكن وكمان المشاوي والبرجر والبطاطس بجميع انواعها، وكمان لو نفسك في السوشي هتلاقي، وجمبري وكمان اكلة فسفور جامدة برضو هتلاقي، وكمان في اعداد رائعة واحلى مشروبات وايس كريم هتلاقيهم في الزقازيق هنا، وكمان في اعداد فوق في الدور الثاني كشف المكان كله بصراحة جامدة جدا، وكمان في مكان اندور مكيف عشان لو الجو حر ولا حاجة تقعد هنا. والميزة في المكان ده اول ما بتقعد بيجي لك منيو للمكان كله، كل مطاعم في منيو واحد بتختار اللي انت عايزه وبتطلب الاوردر وبيجي لك في خلال نص ساعة، وبعد تفكير عميق وفر كتير في المنيو قررنا هناكل ايه. يلا بينا. طلبنا بقى من ابو الجبن تشيكن باربيكيو موتزاريلا بيجي معاه عيش، والبطاطس العادية من جاست بطاطس، والبرجر من تشيكن بيكر، واحلى فيو يا معلم. نيجي بقى للبرجر، كان باظس خالص، كان حلو بس مش واو، اديله 7.5 من 10. والبطاطس ما كانش فيها غلطة، اديها 10 من 10 الصراحة. وكريم بقى جاب طاسة الفراخ دي مليانة موتزاريلا، حظه حلو دايما، كانت جامدة قوي، اديها 9.5 من 10. والناس اللي مزازية ياريت تكتب لي في التعليقات ايه اكتر مطعم جربته هناك عشان رايح تاني هناك قريب. خلصنا اكل وبعد كده رحنا عند الحسيني في نفس المكان، جبنا منه بطيخ بالنعناع عشان ناخده ونروح للي بعده. البطيخ بالنعناع طلع جامد قوي. وبجنيه واحد تطلع على المصرية بلازا، ده مكان تتمشى فيه وفي قعدات حلوة، وكمان في ملاهي لو انت نفسك تدخل ملاهي، كل ده وكمان بطيخ لسه مكمل معانا. وكمان لو نفسك تدخل سينما هتلاقي كل الافلام الجديدة الموجودة، جامدة الزقازيق والله يا جماعة. جينا بقى عند بحر كافيه جنب المصرية بلازا، بيعمل حاجات حلوة قوي، وكوفي وميلك تشيك، هنجرب عند الميلك تشيك. شكرا. تاخد بقى الميلك تشيك بتاعك، الصراحه كان حلو، وتطلع على ممشى اهل الزقازيق. الممشى مش هيعجبك خالص فتقوم متروح بقى. سلام عليكم.